المرأة اليمنية هي من دفعت الثمن كثيرا منذ سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة، سواء بفقدها للأخ أو الولد أو نتيجة ما تعرضت له من قمع وخطف واعتقال، بعد أن عاشت أكثر من 3 عقود مشاركة في صنع القرار بما حظيت به من حقوق ديمقراطية ومواطنة متساوية، مما استوجب اليوم وقوفها لتكون في الصفوف الأولى مشاركة بفاعلية في إحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة 2 ديسمبر التي دعا لها الزعيم، رغم ما تعرضت له من انتهاكات وقمع بعد تلك الانتفاضة التي دفع الزعيم ورفيقه الأمين روحيهما ثمنا للحرية والديمقراطية وديمومة الثورة الخالدة. تعب المرأة دائما وأبدا إلا أن تكون مشاركة في كل الفعاليات وتحيي ذكرى الرجل الذي أوجد لها كيان وحياة في هذا اليمن، والذي من بعده فقدنا الحرية والأمن والأمان والاستقرار. تشتت الشعب عندما كان يقول الزعيم سيتقسم الشعب إلى عدة أقسام فلم يصدقه أحد، اليوم كل ما كان يتحدث عنه اليوم أصبح على أرض الواقع. فأملنا اليوم في المقاومة الوطنية وفي قائدها العميد طارق محمد عبد الله صالح أن يستعيد الجمهورية اليمنية لأبناء الشعب اليمني، وأن يكون إلى جانب المرأة لكي تستعيد مكانتها كما كانت على سابق عهدها. حضورها ومشاركتها في المهرجان الذي أقيم في مدينة المخا يؤكد وفاءها للرجل الذي منحها كافة الحقوق الاجتماعية والسياسية، وهي رسالة تأكيد بالمضي على الدرب الذي اخططه الزعيم ورفيق دربه في استمرارية الانتفاضة حتى تحقيق النصر. كما تعلمون أن مديرية المخا من المديريات النائية في الجمهورية اليمنية، لكن والحمد لله لقينا وحصلنا على دورنا المجتمعي داخل المديرية، وأصبحنا من رائدات المجتمع ومن القيادات السياسية داخل المجتمع في عهد الشهيد الراحل علي عبد الله صالح. طبعا نحن في المخا النفس يعني لقد دور كبير جدا، الآن أني أرأس مؤسسة تنموية على مستوى الجمهورية اليمنية، وأعمل بدور الرائدة التنموية لجميع المديريات، وبإذن الله إن شاء الله الرسالة الخاصة بعلي عبد الله صالح وهي تنمية المجتمع ما زلنا مستمرين عليها وما زلنا على عهده سائرون إن شاء الله. الله يرحمه، يعني الحمد لله لولاه ما وصلنا اليوم هنا، لولا أني ما كنت اليوم أتكلم هنا. الحمد لله يعني احنا اخذنا دورنا بشكل كبير وقوي جدا، والحمد لله دربنا واهلنا رياض اطفال محو الاميه، تدريب وتاهيل خياطه وتطريز ومعهد. دائما المراه تحاول انها تاخذ مكانها، ويعني مش بس محاوله واخذ كمان، يعني المحاوله الى الى الى, إلى النيل لانها تنال حقها كمراه، يعني في الجانب السياسي وفي الجانب المجتمعي وفي الجانب التنموي. الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الحوثية والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في الوطن يستوجب استنفار كل الطاقة البشرية لإرساء الاستقرار فيه، بما في ذلك الحاجة إلى دور المرأة التي شاركت في بعض التحركات عقب الانتفاضة نهاية 2017، ولا زال يراودها الأمل وكلها ثقة في قائد المقاومة الوطنية وكل الشرفاء في الانتصار للوطن وتخليصه من عبث الميليشيات الحوثية التي عاثت في الأرض الفساد ودمرت الحرث والنسل. المشاركات في التظاهرة الوطنية ناشدن القوات المشتركة باستكمال التحرير وإيقاف معاناة المدنيين الذين يسقطون بشكل مستمر نتيجة القصف الحوثي، والتي كان آخرها جريمتي القازة في الدريهمي ومجمع إخوان ثابت، منددين بالصمت الأممي المريب إزائها. ومن هنا ومن خلال هذه الذكرى التي يحضرها جميع أبناء الساحل الغربي ندين كل المجازر التي يقوم بها الحوثي أمام صمت دولي مخجل ومعيب جدا. مجزرة الدريهمي التي راح ضحيتها 8 أفراد، ومجزرة مصنع يماني اللي راح ضحيته عدد كبير من العمال في مصنع يماني وتدمير البنية التحتية، فإننا نناشد الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بإيقاف هذه الميليشيا وردعها وإرغامها على اتفاق ستوكهولم أو إلغائه، ويترك الآخرين يحرروا أوطانهم بأيديهم. الانتفاضة مستمرة منذ أعلن انطلاقتها الزعيم الصالح، وبها قدمت الدماء الزكية من أجل الحرية، وأولها دماء الزعيم والأمين. كل تلك التضحيات عنوان شموخ وعزة وكرامة خالدة للأجيال، على دربها يخط ملايين اليمنيين مسيرهم لتحرير وطنهم من الكهنوت الحوثي الإمامي البغيض. من الساحل الغربي، شرف الشمري، اليمن اليوم.